رواية جدا جميلة، ألا وهي عن الأئمة الطاهرين، ونقلها الشيخ الصدوق في كتابه الأمالي. اغتنموا الدعاء في 5 مواطن، اغتنموا الدعاء في 5 مواطن. دعونا نرى ما هي هذه المواطن. يقول الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية الجميلة، يقول: روحي له الفداء، اغتنموا، هذه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، اغتنموا الدعاء عند 5 مواطن: عند قراءة القرآن، فإذا هي مواطن استجابة للدعاء، فأنتم يجب أو يستحب اغتنام هذه الفرصة حينما يقرأ القرآن، عند قراءة القرآن وعند الأذان، فكذلك لمن كان له حوائج من شفاء مريض، من نجاح، من فقه، من صحة وعافية، من رزق، وإلى غيرها من هذه الحوائج، وعند الأذان الثاني وعند نزول الغيث، فكذلك يستحب اغتنام الفرصة ويدعو الله عز وجل لحوائج الدنيا وحوائج الآخرة. وكذلك إخواني الرابعة، وهي عند التقاء الصفين للشهادة، عند التقاء الصفين حينما يلتقي المسلمون مع غيرهم، فكذلك يستحب هنا في هذا الموطن الدعاء. وعند دعوة المظلوم، وهذه أيضا يعني صعبة، لأن المظلوم حينما يدعو الله عز وجل، اسمعوا ما تقول الرواية: وعند دعوة المظلوم فإنها ليس لها حجاب دون العرش، فيستجيب الله سبحانه وتعالى، وتصعد من الفاضي ومن لساني ومن قلبي هذا الإنسان المظلوم إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. فاغتنموا الدعاء في هذه المواطن، ادعوا في القرآن والأذان وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين وعند دعوة المظلوم، فإنها تستجاب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.